شعب مصر العظيم، أقول لكم وثقتي فيكم كاملة إننا قادرون معاً على تحقيق آمال وطموحات وطننا وأبنائه بإرادتكم القوية وعملكم الدؤوب وبما أعلمه عن أصالة هذا الشعب وعزيمته ووعيه التام بمحاولات النيل من وحدتنا الوطنية وما يتربص بنا من مخاطر الإرهاب والتطرف وما نواجهه من أزمات في منطقتنا وتداعياتها. اسمحوا لي أخرج هنا وأتحدث معكم دقيقة واحدة. أنا بتكلم عن الوحدة الوطنية، وإحنا كنا كلمنا أثناء فطار الأسرة المصرية عن أهمية إن إحنا كمصريين ننتبه قوي لكل المحاولات اللي بتبذل للوقيعة بين المصريين. وأنا من هنا من فضلكم خلي بالكم لما نيجي نتكلم على إن إحنا كلنا شركاء في مصر، ده معناه إن إحنا مصريين حقنا متساوي، مفيش لحد زيادة عن الحد التاني. وده كلام بنقوله مش بس بننطق بيه، لكن احنا عايزين كمان نمارسه في تصرفاتنا وفي ردود افعالنا مع بعضنا البعض. احنا 90 مليون، والتسعين مليون لو كل يوم هنشوف حادثة او عدة حوادث حتى ونتفاعل معها بغير موضوعية، ده مش هيكون لمصلحة الوطن. هقول مرة تانية، النقطة دي نقطة في منتهى الأهمية. إحنا كلنا شركاء في هذا الوطن، والكلام ده